بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ببركة الصلاة على محمد وآله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هناك معادلتان تحكم حياة الإنسان، المعادلة الظاهرية والمعادلة الغيبية. هناك أسباب ظاهرية وهناك أسباب واقعية. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسلك في حياتنا الأسباب الظاهرية، وأما الأسباب الواقعية الغيبية فهي خارجة عن قدرتنا ومرتبطة بمعادلة أخرى. يعني من باب المثل، أنت تريد أن تسافر بسيارتك، ماذا يقال لك؟ يقال لك: راعي جميع أسباب السلامة، ليكون السيارة فيها عطل، لا تكون قديمة جدا بحيث أنه يخشى منها، لا تكون أنت في حالة تعب شديد، ما نايم مثلا يوم أو يومين. أسباب السلامة مثل حزام الأمان مثلا الذي يقلل نسبة الخطر 70% مثلا، هذا الحزام هم تشده. وهكذا من أمور ترتبط بك. زين، كثير من الناس راعوا جميع هذه الأمور: السيارة جديدة، هو سائق ماهر وحاذق، ما كان نعسان، سد حزام الأمان، وجميع الأمور التي ينبغي عليه أن يتخذها اتخذها، ولكن مع ذلك قد تحدث له حادث، يحدث له حادث سير. كثير من الأحيان
في الحوادث السير، حوادث السير التي تقع، يقال إن أحد السائقين مثلا هو سبب الحدث والحادث وليس السائق الثاني. السائق الثاني الذي أصيب أو مات في الحادث ما كان مقصر، جميع الأسباب الظاهرية راعاها، بس هل كان في يده أن يراعي حالة السائق الثاني التي يأتي من الجهة المخالفة؟ مو بيده. لعل السائق الثاني تعبان، في لحظة في ثانية صارت له غفوة وانحرفت السيارة عن مسيرها فاصطدمت بهذه السيارة الأولى. فهذا السائق مراعي جميع الأسباب الظاهرية ومع ذلك صارت حادثة. ليش؟ لأن هناك أسباب خارجة عن إرادة الإنسان، أمور لا يتمكن الإنسان من ضبطها. أنت أو أي واحد آخر يركب في طائرة وإذا عاصفة تأتي ويصير خطر، هل هذا الراكب كان له من الأمر شيء؟ لا. إذا راعى جميع أسباب السلامة، لكن هذه العاصفة ما كانت باختياره ولا إرادة منه، ولعله يحدث له مكروها كما حدث لكثيرين. ولذا في الأحاديث الشريفة وقبل الأحاديث الآيات القرآنية توصية وأمر بالتوكل. التوكل يعني شنو؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل مو معنى التواكل، التواكل يعني واحد يترك الأسباب الظاهرية، هذا تواكل وهذا مذموم. أما التوكل معناه أن الإنسان يعمل ما عليه، الأمور التي ليست تحت قدرته وليست تحت اختياره يوكلها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أوكلها إلى الله، الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب الواقعية له أيضا، ويهيئ الأسباب الغيبية، والغيب مهيمن على الشهود. يعني الأسباب الظاهرية بيد الإنسان، ولكن الأسباب الواقعية مهيمنة على الأسباب الظاهرية. لذا كثير من الأحيان الإنسان يراعي الأسباب الظاهرية وما يوصل إلى نتيجة. لماذا؟ لأن الأسباب الواقعية ما توفرت له. أليس كلنا يعلم ناس يشتغلون في طلب الرزق ليل نهار، ولكن مع ذلك تشوف الصفر اليدين، وناس يعملون قليلا ويربحون كثيرا. ليش؟ لأن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأسباب الغيبية الواقعية مهيمنة على الأسباب الظاهرية. طبعا هذا مو معنى أن الإنسان يترك الأسباب الظاهرية، لا، هذا يصير تواكل والتواكل مذموم. واحد يجلس في داره وينتظر رزق الله سبحانه وتعالى، ما يصير. واحد يقعد في داره لا يدرس، لا يذهب للمدرسة، لا يذهب للجامعة، لا يذهب للحوزة، لا يطالع، لا يقرأ كتاب ويتوقع أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه العلم، لا، هذا تواكل وهذا خلاف سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة. ولكن الإنسان الذي يعمل ما عليه ثم يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله، عندما يتوكل على الله، الله هم يهيئ له الأسباب الواقعية. وإذا بعض الأحيان هم الإنسان يكون في مشكلة أو في مصيبة فهو خير له، فهو أفضل إله، ولكن الله سبحانه وتعالى يهيئ له الأسباب للفلاح والنجاح. مثال على ذلك، أنتم مثلا كلنا نعلم أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم الصلاة والسلام،
هؤلاء ساروا في الأسباب الظاهرية الطبيعية. يعني الرسول صلى الله عليه وآله عندما أرادوا أن يقتلوه خرج من مكة، ففررت منكم لما خفتكم، في آية أخرى حول موسى عليه الصلاة والسلام، فخرج منها خائفا يترقب، هاجر، وفي المدينة المنورة أيضا هيئ الأسباب الظاهرية. في معركة بدر خرج رسول الله ومعه صلى الله عليه وآله أصحابه وأنصاره، معهم العدد والعدة. وفي معركة أحد كذلك. في معركة بدر المسلمون عملوا بما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله، أكثر مما عملوا ما كان في استطاعتهم، عددهم أيضا كان قليل، 313 نفر على بعض الروايات، وأكثرهم كانوا رجالة، يعني مو ما عندهم فرس، راجلين، وسلاحهم كان قليل، ولكن عملوا ما عليهم. لذا الله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب الغيبية، أرسل ملائكة لكي ينصروا المسلمين. في معركة أحد المسلمون أو بعض المسلمين خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني السبب الظاهري وهو البقاء في الثغر في الجبل، 50 شخص رسول الله وضعهم هناك لكي يحموا ظهر القتال، وقال لهم أنه لا تتركوا هذا الموضع، خسرنا أم ربحنا، انتصرنا أو انكسرنا، ولكن هؤلاء تركوا، يعني خالفوا أمر رسول الله، تركوا السبب الظاهري. لما تركوا السبب الظاهري الله عز وجل لم يرسل ملائكة في يوم أحد، وقتل من المسلمين أكثر من 70 شخص، وجرح رسول الله صلى الله عليه وآله، شجت جبهته المباركة، وكسرت رباعيته، أحد أسنان الرسول صلى الله عليه وآله بحجر أصيب. لماذا؟ لأن المسلمين خالفوا الطريقة أو الأسباب الظاهرية. أما إذا أنت عملت بالأسباب الظاهرية الله عز وجل يهيئ لك الأسباب الغيبية، حتى إذا تأثرت، حتى إذا تأذيت، الله يهيئ الأسباب. الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وآله، يقول: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. ما راح يضل عمله، يعني العمل اللي عمله هذا طبعا في الدنيا قبل الآخرة، لأن في تتمة الآية وأنه الله عز وجل يدخلهم الجنة عرفها لهم، سيهديهم ويصلح بالهم في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأن هذا الذي استشهد في سبيل الله تعالى أدى ما عليه من الأسباب الظاهرية. الله عز وجل يكمل تلك الأسباب الظاهرية بالأسباب الغيبية. ولكن والذين كفروا في نفس السورة، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. معاوية جميع الأسباب الظاهرية سار فيها لكي يحكم ويملك، وبالفعل حكم وملك، ولكن الله سبحانه وتعالى أضل عمله، يعني السبب الغيبي إجا وأحرق جميع الأسباب الظاهرية اللي رتبها معاوية، فصار لعنة في الدنيا قبل الآخرة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تمسك بما أراده الله سبحانه وتعالى. صحيح الملك وقع بيد معاوية بعد أمير المؤمنين، ولكن الله عز وجل نصر أمير المؤمنين بالأسباب الغيبية. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في قضية مفصلة، أحد العلماء كان ملتقي برئيس وزراء
في زمان ملوك القاجار في إيران كان يعبر عن رئيس الوزراء بالصدر الأعظم. الصدر الأعظم هو الذي متصدي للجانب الإداري في المملكة، رئيس الوزراء. فكان ملتقي بأحد العلماء أو الفضلاء في قضية مفصلة، فهذا العالم أهدى لرئيس الوزراء ورقة مكتوب فيها عهد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لمالك الأشتر، لأن رئيس الوزراء هو المتكفل بالجانب الإداري في المملكة في الحكومة، فليعمل بعهد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لمالك الأشتر. وهذا العهد أمير المؤمنين يعلم مالكا كيفية الحكم الصحيح، كيف تتعامل مع المسلمين، كيف تتعامل مع الكفار، كيف تتعامل مع الأثرياء، كيف تتعامل مع الفقراء، كيف تدير الأمور، وهكذا. عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، وهو من أفضل الكتب وأحسنها، موجود في نهج البلاغة، وعلينا أن نقرأ هذا العهد وأن نستفيد منه ونتعلمه ونطبقه في حياتنا. فهذا أهدى هذه الورقة لرئيس الوزراء لكي يعمل بما فيها. فرئيس الوزراء في المجلس العام كان أخذ الورقة وقبلها وضعها على عينيه، ثم لما أراد العالم أن ينصرف قال له أجلس، عندي كلام وياك. ثم انفض المجلس، فرئيس الوزراء أخذ بيد هذا العالم وأدخله إلى داخل الدار، من الديوان إلى داخل الدار في غرفة، وأخرج الخدم من الغرفة، بحيث أنه بقي هذا العالم ورئيس الوزراء. فقال له رئيس الوزراء الصدر الأعظم أنه شنو هذا العهد أنت جايبه لي؟ علي بن أبي طالب في زمان ملكه كل ملكه كان مضطرب، كله في حروب، وأعداء تمكنوا من أن ينتصروا عليه بالنتيجة، لأنه بعد استشهاد أمير المؤمنين وقع الحكم بيد معاوية. حتى في زمان حياته مصر غلب عليها معاوية في زمان أمير المؤمنين، اليمن كذلك، مكة ومدينة ومجازر اللي ارتكبها بصر بن أرطاط لعنه الله في هذه المناطق كان في عهد أمير المؤمنين. على كل حال، يعني تريد أني أعمل بهذه الوصايا لكي يضطرب ملكي كما اضطرب ملك علي؟ هكذا قال له رئيس الوزراء. فأجابه هذا العالم، قال له إن علي بن أبي طالب حكم بحكم والله عز وجل، لأنه راعى الله في حكمه، الله عز وجل هيأ له الأسباب. أولا حكم بكيفية بحيث أنه بعد زوال ملكه، إذا جاز التعبير، يعني الحكومة الظاهرية المقصود، الآن أي حاكم يزول ملكه أبناءه وأحفاده يخفون نسبهم. شايفين واحد يجي يفتخر يقول أبويا الملك الفلاني؟ إذا زال ملكهم، ما دام الملك موجود لأن السطوة موجودة يفتخر، لكن بعد زوال الملك أكو واحد يفتخر؟ الآن أكو من ذرية بني أمية ناس، أكو واحد يقول أنا من ذرية بني أمية؟ بل أنا التقيت بواحد من المشايخ الله يحفظه، ما أدري هسه حي لو ميت، في مشهد من الخطباء، فهو ذكر قال إنه إحنا جدنا مروان بن الحكم لعنة الله عليه، فاللي هم حفيدة يلعن جده، من باب يخرج الطيب من الخبيث. زين، شايفين واحد يقول أنا من ذرية بني أمية؟ لا. شايفين واحد يقول أنا من ذرية بني العباس؟ لا. أنا التقيت بواحد في مكة المكرمة. زين، فهو ضمن كلامه ذكر أنه إحنا من أقربائكم من الأشراف. قلت له زين أنت حسني حسيني؟ ما قام يذكر. على كل حال، فأنا ما كنت أدري السبب في إخفائه، فشوية أصريت عليه بالإصرار أنه شنو أنت نسبك؟ إلى أي إمام يوصل؟ إلى كذا. فبالنتيجة تبين أنه هو من ذرية بني العباس، عباس عم النبي صلى الله عليه وآله. فهو حتى يخفي هذا الأمر علي، وموجودة ذريتهم الآن في السعودية، في العراق، في أماكن أخرى موجودون. لماذا يخفي؟ لأنه بس ما يقول أنا من ذرية معاوية يقولون لعنة الله على جدك.
فقال له إن الملوك إذا زال ملكهم أحفادهم يخفون نسبهم. لكن علي بن أبي طالب بكيفية حكم اللي الناس يفتخرون بانتسابهم إليه، مو فقط يفتخرون، أي مكان واحد من ذريته علي بن أبي طالب عليه السلام كان موجود الناس يحترمونه، هذا أولا. وثانيا قال له الملوك بعد زوال ملكهم لا أحد يذهب إلى قبرهم، وإذا واحدهم ذهب إلى قبرهم إنما يذهب للاعتبار، فالملوك حينما يزول ملكهم لا أحد يذهب إلى قبرهم، وإذا ذهب يذهب للاعتبار. لكن علي بن أبي طالب بكيفية حكم سلام الله عليه ليس قبره فحسب، بل قبر من انتسب إليه ولو بعشرين واسطة. ذول بعض الأحفاد الأئمة اللي تزوروهم في هذه البلدان اللي يعبرون عنهم هنا بإمام زادة، بينهم وبين الإمام لما تشوف نسبه بعض الأحيان 20 واسطة، لكن له مزار والناس تزور، والله عز وجل أكرمه بأن جعله شفيعا في قضاء بعض الحوائج. والشيء الثالث، الحاكم عندما يزول حكمه الناس تأخذ راحتهم في شتمه وفي نقده. الآن بعد أكثر من إرهاب صدام في العراق، كان في زمان صدام إذا واحد يفكر ضد صدام كان حكم الإعدام. واحد نقل لي من أقربانه كان مسجون في العراق أكثر من 10 سنوات، يقول كنت مسجون فجابوا شخص وهذا سجن معنا وثم أعدم. ليش؟ لأن كان شايف رؤيا بالطيف، كان شايف أنه ذاهب لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، فنقل الكلام إلى زوجته أنه أمس رأيت في الرؤيا أني زرت الإمام الرضا أيام الحرب الإيرانية العراقية، وزوجته نقلت هذه الرؤيا إلى زوجة جارهم، والجار كان واحد كاتب في المخابرات مقرر، كتب تقرير أنه هذا البارحة شاف طيف أنه زائر الإمام الرضا فاعتقل. والتهمة هذه أنه أنت تفكر في الفرار إلى إيران وهذا عقلك الباطن صار بشكل رؤيا، ومن ثم حكم علي بالإعدام وقال الله يرحمه عدمه على رؤيا. وأنا شفت ناس ألسنتهم مقصوصة أو إذنه مقصوص، قاصين إذنه وقاصين لسانه. ليش؟ لأنه قال كلام استشم منه أنه يقصد صداما. زين الآن روح للعراق إن شاء الله، الله يرزقكم زيارة الإمام الحسين وأمير المؤمنين والجوادين والعسكريين عليهم الصلاة وعليهم الصلاة والسلام. أنت عندما تدخل في العراق باليوم أقل مرة فد 1000 مرة تسمع شتم صدام، لأن الحاكم ما دام هو حاكم سطوته موجودة، الناس يخافون منه. لكن عندما يزول حكمه خلاص الناس بعد يأخذون راحتهم. ولكن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هذا يقول ثالثا حكم بكيفية اللي الآن بعد مرور 1300 عام من استشهاده أنت رئيس الوزراء لا تتجرأ بأن تتكلم ضده في مجلس عام، ما تقدر تنتقده، تجيبني في غرفة خاصة وحتى من الخدم تخاف تطلعهم ثم تتكلم بهذا الكلام. لو كان حكمه حكم سيء كان حال حال بقية الملوك، لكن حكمه كان بما يرضي الله سبحانه وتعالى. صحيح كانت مشاكل ولكن الله نصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد. علينا أن نهيئ الأسباب الظاهرية، والله عز وجل إذا رآنا صادقين في كلامنا يهيئ الأسباب الغيبية في الدنيا قبل الآخرة. حتى إذا كانت مشاكل، المشاكل عامة للجميع، يعني الآن المشاكل فقط للفقراء؟ لا، حتى الأغنياء عندهم مشاكل. المشاكل فقط خاصة بالمحكومين؟ لا، حتى الحكام لهم مشاكل. الدنيا لا تخلو من مشكلة للجميع، مؤمن أو كافر، لأنها دار بلاء، دار امتحان، دار افتتان. فالله عز وجل يبلي الجميع، المؤمن وغير المؤمن. فإذا أكو مشاكل
الجميع عنده مشاكل، لكن تختلف مشكلة من شخص لشخص آخر. الفقير قد تكون مشكلته العوز، لكن الثري كثير من التجار مثلا يعيش في قلق دائم، أصلا قد لا يلتذ بحياته إطلاقا. ليش؟ لأن دائما يفكر ليكون يخسر هنا، ليكون هنا البورصة تصعد، ليكون تنزل. أنا أعرف بعض الأشخاص هنا في قضية نزلت الأسعار فأصيبوا بجلطة قلبية، بعضهم ماتوا، بعضهم أصيبوا في عقولهم في قضية شوية الأسعار هواية صار فيها تلاعب كثير. هذا المحكوم فقط عنده مشكلة؟ لا، الحاكم أيضا له مشكلة، قلق أنه يخاف من انقلاب عسكري، يخاف من أقرب المقربين إلى أن لا يخونه، يخاف من المشاكل، يخاف من كذا. الله عز وجل يخلي المشاكل على الجميع لأن دار امتحان، فالجميع مبتلى بالمشكلة. لنقول أنه بس إحنا أو المؤمنون مبتلون بالمشاكل، مو بني أمية يبتلوا بالمشاكل. بني العباس عندما سيطروا قتلوا بني أمية عن بكرة أبيهم، هذا السفاح سمي سفاحا لأنه جمع كبار بني أمية المئات منهم، ثم أمر بضرب أعناقهم، ثم مدت على أجسادهم التي تضطرب في حال النزع الفرش الزوالي أو أي شيء آخر، ومدت مائدة، والناس جعلوا يأكلون على هذه المائدة والأجساد تضطرب تحت هذه الفرش. وثم استخرجوا جثثهم من القبور، حفروا قبورهم، نبشوها، أخرجوها، أحرقوها. بنو العباس فعلوا هذه الأفعال، وكذلك بنو العباس المشاكل التي جرت عليهم، المشاكل مو مخصوصة بالمؤمنين، الجميع يبتلى بهذه المشاكل، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمن بشرط أن يكون إيمانه إيمانا حقيقيا صالحا صحيحا. المشكلة الآن إحنا في زمان صرنا أنه التدين انحصر بالالتزام بالصلاة والصوم أو الذهاب للحج، وهذه أركان في التدين، بس الدين لا ينحصر بالصلاة والصوم والحج. العبادة جزء من الدين، المعاملة الجزء الآخر من الدين. في الحديث الشريف الدين المعاملة، في حديث آخر لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، لأن ذاك فد أمر تعوده، بل انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. يؤدي الأمانة لو لا؟ هل يغش الناس في معاملاته أو لا؟ الأخلاقيات هذا جزء من الدين، الأمور الاجتماعية جزء من الدين، يعني في الأحوال الشخصية. الآن ليش هذا الطلاق منتشر في مجتمعاتنا وهو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى؟ قسم منا تقول أنه عدم انسجام واقعي بين الزوجين، وهذا يحدث في طول التاريخ، لكن قسم كبير منا لابتعاد المجتمع عن الدين، اجتماعيات الدين. حتى كثير من المتدينين اللي يصلون يصومون يحجون مسائلهم الاجتماعية بعيدة عن الدين، حياتهم بعيدة عن الدين، انحصر الدين عندهم في بعض العباديات، مع أن تلك العباديات من أركان الدين، لكن هناك أركان أخرى. الآن مثلا في مجتمعاتنا لماذا كثرت العوانس؟ لماذا؟ الوالد رحمة الله تعالى عليه كان يقول أنتوا إذا تشوفون الأدعية التي وردت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى زمان الغيبة الكبرى حوالي 320-30 سنة أو أكثر، وهذه الأدعية مجموعة في كتب، إذا جمعنا أدعية الرسول وآله الواردة في الكتب الشيعية لعله تبلغ أكثر من 12 مجلد. شوفوا هذه الأدعية، موجود دعاء لكل مشكلة، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، للرزق أكو دعاء، لكل شيء أكو دعاء.
ولكن لشيء واحد ماكو أي دعاء أصلا، وهو للزواج. زوج عزاب المسلمين ماكو دعاء أصلا، دوروا في كتب الأدعية. ليش؟ لأنه ما كانت مشكلة أصلا حتى تحتاج إلى دعاء. أنا إذا عيني لا توجعني أقول يا الله شافي عيني، وما توجعني عيني، ما هي ما لا توجد مشكلة حتى أطلب من الله سبحانه وتعالى رفعها بالدعاء. من زمان الرسول إلى زمان الغيبة الكبرى هذه ما كانت مشكلة أصلا ولا مورد واحد حتى يكون هناك دعاء نقول اللهم زوج عزاب المسلمين. لماذا؟ لأنه النظام الاجتماعي الإسلامي كان حاكم في المجتمع، المهور قليلة، التجملات قليلة، سهولة أمر الزواج، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، زين، عدم التوقعات الكثيرة. لكن الآن نظام المجتمع في غالب مجتمعاتنا الإسلامية ليس هو النظام الاجتماعي الإسلامي، النظام الغربي اللي الحضارة الغربية المهيمنة جابته ودخلته في مجتمعاتنا، حتى دخل في مجتمعات المتدينين. زين، إذا أنا ما أعمل بالنظام الاجتماعي الإسلامي، هسا أجي أدعو الله سبحانه وتعالى يهيئ لي الأسباب، الله يهيئ الأسباب؟ ما يهيئ. يقول أنه الرسول صلى الله عليه وآله يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب. تدعو يا الله أزل هذا الظالم، الله ما يستجيب دعائك. لماذا؟ يقول لأنك لم تؤدي ما عليك، ما أديت وظيفتك، الله ما يستجيب دعائك. إحنا بندعو يا رب حل مشاكلنا الاجتماعية، الله ما يحل مشاكلنا الاجتماعية. يقول لقد وضعت لكم الطريق ورسول الله وأهل البيت بيّنوا لكم، لكن ما اتبعت هذا الطريق. فعندما لا تتبع الطريق الظاهري، السبب العادي الطبيعي، الله عز وجل أيضا لا يوفر لك ولي الأسباب الواقعية. النظام الاجتماعي الإسلامي يجب أن يكون حاكما. هسه الآخرين لا يعملون، أنا إيش علي بالآخرين؟ هل أنا أنام في قبورهم؟ هل يوم القيامة أحاسب على أعمالهم إذا أنا ما كنت مسؤول عن أعمالهم؟ لا، كل واحد عليه بأن يؤدي ما عليه، سواء الآخرون أدوا ما عليهم أم لم يؤدوا ما عليهم. إذا نحن أدينا ما علينا، الله عز وجل أيضا يهيئ الأسباب الغيبية. الأخلاقيات الإسلامية في أكثر مجتمعاتنا مفقودة، ولذاك حديث آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وببركة أخته السيدة فاطمة المعصومة أن يوفقنا وإياكم باتباع رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات.